استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسة المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان صهيبة جافاروفا والوفد البرلماني المرافق لها. وخلال اللقاء أشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الصديقين، مؤكدا على أهمية العمل على دعم وتوطيد أواصر العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل وجود رغبة قوية على مستوى القيادتين السياسيتين للوصول بالعلاقات بين البلدين لأعلى المستويات.